الآن صارت معنا معالي وزيرة السياحة والأثار السيدة مجد شويكي على الهواء مباشرة. صباح الخير معاليكي. صباح الفل، أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية والصحة جميعا. أهلا وسهلا. أنا بس بدي أحكي لك شغلة قبل ما نبدأ نحكي عن أزمة فيروس كورونا، بأنه إحنا انبسطنا مبارح بشوفتك على الشاشات لأن افتقدنا للعنصر النسائي مع أزمة فيروس كورونا، فكنت منور الشاشة. بس لا العنصر النسائي موجود وبقوة، بس الحمد لله احنا قاعدين بنشتغل وراء الكواليس يعني طبعا. احنا بالفريق الوزاري كلنا ايدينا مع بعض، وبهاي المرحلة والله الواحد ما عم بتطالع هاي المواضيع، عم نصحى انه كيف ممكن صح. يكون في سيطرة تامة والأردن تضلها بخير، هاي هي الأولوية. جهودكم وكل شيء ثاني كان ثانوي. نعم معاليكي، يعني أبدعت للآن خلية الأزمة صحيا إعلاميا عملياتيا، وطبعا حظيت بتوجيه ودعم الملك ومساندة المجتمع، ولكن يجب الانتباه للبعد الاقتصادي وأكيد البعد السياحي. حضرتك يعني قدر الإمكان الإجراءات يتم اتخاذها على قدم وساق لحماية هذا القطاع الذي يعتبر يمكن الأكثر تضرراً في هذه الأزمة، في هذا التحدي الوجودي. تخبرينا عن آخر المستجدات في هذا المجال. شكراً والله يعطيكم العافية. الله يعطيك. بالفعل من بداية الأزمة طبعاً يعني وزارة السياحة بتتابع لحظة بلحظة، لأنه نعرف أنه موضوع السياحة ما بيعتمد فقط على الشأن الداخلي، برضو الشأن الخارجي. وكنا لمسنا من لما صار في عنا أخبار عن إيطاليا وإيش الإجراءات اللي عم بتصير بإيطاليا، وبلشنا ناخد إجراءات رادعة، أنه أغلقنا بطلنا نستقبل طائرات من إيطاليا، وبعديها شوي شوي لقينا حالنا أنه سكرنا الحدود كاملة لحماية الوطن. وهون الدرجة الأولى كلنا احنا بنحكي انه اغلى شيء في الحياه هو صحه الانسان. صح صح. وكل شيء ثاني يعني بصفي موضوع مهم لكن مش باهميه صحه الانسان. فتجردنا من كل المواضيع انه قلنا كيف بدنا نحمي المواطنين، نحمي انفسنا، نحمي عائلنا، نحمي كل البلد والشعب انه ما يكون يتاثر بهذا الفيروس اللي هو فيروس انا لقيته زي العدو، يعني بيجي وبيقتحم كل كبير وصغير. فكانت الإجراءات لابد منها بالأول هي إجراءات حمائية بدرجة الأولى. الإجراءات الثانية طبعاً بالتشارك مع القطاع السياحي اللي هو تأثر كثير، يعني سواء مطاعم، فنادق، وكلاء سياحة وسفر، أدلاء سياحيين، النقل السياحي، الطيران، التحف الشرقية، كل المنظومة. إحنا مع أنه 55,000 القطاع بيشغل بطريقة مباشرة، لكن في أضعافهم بطريقة غير مباشرة. وفي نعرف إحنا بالمجتمعات المحلية كمان كانوا يعتمدوا كثيرا على منظومة السياحة طبعاً. فقلنا بدنا إجراءات سريعة يعني نقدر شوي نخفف عنهم بالمرحلة الحالية، وهاي اللي أعلنت عنها. إجراءات كانت لازم تأخذها البنوك والبنك المركزي، أعلن عن برنامج بيستفيد منه القطاع السياحي. وبنفس الوقت إحنا قلنا في عنا 3 مشاكل. أول إشي اللي ماخذ قروض وبده يأجل دفعات القروض، وهذا البنك المركزي حلنا. الموضوع الثاني اللي هو موضوع الرواتب تبعين القطاع العامل بالقطاع السياحي، 80% مشترك بالضمان الاجتماعي. وإحنا بنعرف إنه الضمان الاجتماعي رح يكون في حزمة قرارات بتساعد بهاي المرحلة اللي هي فرضت علينا، واللي إحنا مش حالة فريدة، هي حالة عالمية. فهون رح يشيل كمان الضمان الاجتماعي موضوع الرواتب وعملية التعامل مع الرواتب، لأنه إحنا بهمنا السيولة والمحافظة على العمالة المؤهلة المدربة على القطاع السياحي. ثالث موضوع إنه تخفيف الكلف، وهذا الإجراءات اللي حكيت عنها مبارح عفيناهم من تجديد التراخيص، اشتراكهم بهيئة تنشيط السياحة، حتى المستأجرين منا محلات بدهم يبيعوا فيهم تحف شرقية أو يديروهم أو يشغلوهم برضو عفيناهم من الإيجارات. فكان بيهمني مبارح أنه نقولهم أنه إحنا موجودين معكم، وهذه الخطوة الأولى. هلأ إن شاء الله لما بيجي الضمان الاجتماعي بيعلن عن خطواته، وهذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة كيف ممكن أني أنا أرجع أشغل القطاع في ظل أنه الحدود مسكرة. وهون حكيت على موضوع السياحة الداخلية. أنا رح أوقف هون وأنت اسأليني لأنه أنا ممكن أضلني أحكي. مبين قديش معاليك عم تحكي بشغف حول هذا الموضوع، لأنه كلنا
قلوبنا على قطاع السياحة، بالأخص بأنكم حققتوا إنجازات ضخمة جداً. صحيح. ومليارات الدنانير دخلت إلى الأردن خلال عام 2019، فعشان هيك إحنا متضايقين على هالقطاع تحديداً ببداية سنة 2020. حابة أسألك، بعد الإجاز الصحفي وبعد النقاط اللي ذكرتيها سواء فيما يخص قطاع السياحة والسفر ومكاتب السياحة والسفر والمطاعم السياحية، كيف كانت ردة فعل؟ أنا متأكدة أنه أكيد بيوصلكم العديد من الاتصالات على وزارة السياحة، ولكن بعد هذه القرارات كيف كانت ردة فعل الناس؟ هلأ ما في ولا إجراء ممكن ناخده أو قرار ممكن يلبي جميع الأطراف، ولا يمكن. يعني مستحيل. طبعا أكيد مفهوم. مستحيل. لكن يعني أنا من الناس دائما بحكي أنه أول الغيث قطرة ثم ينهمر. صح. يعني هاي بداية الإجراءات كان بهمني أنه يشوفوا أنه والله وزارة السياحة بالتعاون معهم، يعني برضو هذا كل الإجراءات اللي احنا حكينا عنها مبارح هي بالتعاون مع سواء مجلس الوطني للسياحة اللي فيه كل المنظومة السياحية موجودة ممثلة بهذا المجلس، في مجلس إدارة تهيئة تنشيط السياحة. الموضوع اللي ما ذكرته مبارح اللي هو مش عنا، اللي هو عند الضمان الاجتماعي اللي يتعلق به الرواتب والتعامل مع التعطل اللي عم بيكون موجود، اللي قدرت أساعد فيه مبارح أنه أقنعت البنك المركزي يضم الأدلاء السياحيين تحت مظلة البرنامج الحصول. تعرفوا البرنامج كان موجود للشركات صغرى، نعم، والأدلاء السياحيين هم أفراد مش شركات. فبما أنه إحنا قلت لهم بما أنه الأدلاء السياحيين هم من الأعمدة تبع منظومة السياحة، لابد انه نعترف انه هدول مرخصين ومؤهلين، تعتبروا لي اياهم مع المهنيين، وبالتالي ضميناهم شملناهم بالبرنامج. بتهيأ لي كمان البرنامج اللي عم بحطوه هلا الضمان الاجتماعي رح يحل كثير مشكله ورح يريح الجميع، لكن انا ما بقدر احكي عن الضمان الاجتماعي لانه هذا خارج عن نطاق عملي، وبخلي هذا الموضوع لاصحاب الشأن هن اللي يحكوا بالموضوع. المطاعم امبارح كان في ردود فعل مختلفة، وإذا بدك تسألين على المطاعم برضو ممكن أوضح ليش ردود الفعل مختلفة. نعم تفضلي ستي. هلأ ردود الفعل مختلفة لأنه المطاعم في عدة فئات من المطاعم، في مطاعم سياحية تحت مظلة وزارة السياحة، في مطاعم شعبية إما تحت مظلة أمانة عمان الكبرى أو البلديات اللي هي بترخصهم بالمحافظات. صحيح. الخطوة اللي قامت فيها وزارة السياحة مبارح إنه إحنا أتحنا منصة إلكترونية. المنصة الإلكترونية هذه بتتيح يعرفوا إيش الإرشادات والإجراءات والشروط اللي بتتعلق بخدمة توصيل الطعام للمطاعم المرخصة اللي عندها رغبة إنها تقدم خدمة توصيل الطعام. يعني المنصة شو بتقول؟ المنصة بتقول هي الإرشادات والإجراءات والشروط والقواعد العامة اللي وافقوا عليها لجنة الأوبئة اللي هن مرجعيتنا بكل شروط الصحة والسلامة. فهي المنصة تقول هاي الشروط وهي الإجراءات وهي القواعد، اللي عنده رغبة من المطاعم بجميع فئاتها بيقدم طلب على المنصة، بيقدم الطلب وبكون عارف إنه مطلوب منه يفحص كل الموظفين اللي بدهم يشتغلوا بالمطعم، يكون عنده الدفع الإلكتروني، يكون عنده الأدوات التعقيم كاملة، يبحث الموظفين كل يوم الصبح، الطبخ الطعام هو لازم يكون مطبوخ على درجة حرارة عالية. صحيح. يعني ما في سلطات، ما في حلويات، ما. نعم. فحطينا كل الشروط. هلا الشخص عادة ردة الفعل يعني ما بقرأ التفاصيل، بقرأ العناوين ما بتطلعوا على التفاصيل. لا التفاصيل كثير مهمة، إنه لسه المطعم بده يقدم طلب، بعد ما يتقدم الطلب بده يثبت إنه التزم بواحد اثنين ثلاثة، بتروح عليه لجنة تكشف من جميع المعنيين، تكشف إنه بالفعل هل هن التزموا بكل الشروط، وإذا لقوه ملتزم برجعوا بعطوه تصريح عشان يفتح. هذا الإجراء اللي حكيته ممكن ياخذ بين 3 أيام ل7 أيام. نعم. يعني معليك اللي عم بتقوليه صراحة منصة تقديمة اللي هو الدليفري، بتخيل هي يعني إجراء جدا عملي، لأنه اللي عم نسمعه من الناس بقول لك يا عمي طيب
كل القطاعات الاقتصادية تتكئ على بعضها البعض وتعتاش على نشاطاتها المتبادلة. يعني مثلا شو الهدف احنا نفتح محطات المحروقات اذا في تقييد لحركة السيارات؟ شو الهدف نفتح المطاعم الشعبية اذا ايضا حركة الناس مقيدة في الشوارع؟ شو الهدف نفتح الصحف الورقية اذا الايجنسي يستبعون الاعلانات مغلقة؟ فبتخيل يمكن هذا القرار اللي هو قرار فتح منصة لتقديم الطعام للناس ضمن المعايير الصحية اللي معاليكي طلبات المطاعم. يعني المطعم اللي عنده الرغبة بيقدم، نعم، بده يفتح على هالمنصة ويقول أنا المطعم الفلاني عندي رغبة إني أقدم خدمة التوصيل، بنقول له ابعث لنا لائحة الطعام وابعث لنا الفحوصات اللي عملتها للموظفين، نعم، ابعث لنا إجراءات التعقيم المعتمدة، نعم، وبنزل لجنة تكشف على المطعم، وإذا لقوه إنه هذا المطعم بالفعل مهيأ بعطوه تصريح ليبدأ يعمل وجبات ويوزعها. هلأ توزيع الوجبات وتوصيلها هذه إلى منصة تانية مختلفة، إحنا بس المنصة اللي بس تقديم الطلبات، نعم، لصاحب المطعم اللي بده يقول إنه أنا والله مهتم إني أبدأ أقدم هذه الخدمة. فأنا مبارح كان حديثي كله موجه للقطاع، للقطاعي يعني للمطاعم والفنادق، مش كان للمواطنين إذا لاحظت. نعم، بحكي مع القطاع. صح. فكنت بحكي إنه لأصحاب المطاعم المرخصة عملت لكم منصة اسمها هيك هيك، قدموا عليها وقدموا كل، وقولوا إنه إحنا التزمنا بكل الاشتراطات، بننزل اللجنة بتشيك بتتفقد، إذا لقينا كل شيء بنعطيكم تصريح حفاظا عليهم وحفاظا على موظفينهم. نعم، معليكي يعني المواطنين طبعا. أنا بس الفكرة اللي كنت أحكي فيها جدا، الفكرة جدا بتخيل بأنه هي ستجد مكانا في قلوب الأشخاص اللي عندهم مطاعم مرخصة واللي حابين هذه الفكرة، لأنه إحنا لساتنا في المرحلة الانتقالية ما بين الاحتواء وما بين القضاء التام على الفيروس. فبالتالي بتخيل هذه الخطوة يعني هي خطوة جيدة وممتازة بناء على المستجدات الموجودة حاليا في الساحة. صحيح. وستخدم القطاع السياحي بشكل وأنا كبير. وأنا بقول عن جد شدة وبتزول، وإن شاء الله هذه تصير ورا ظهرنا زي ما بقول الرئيس، مر وسيمر. احنا بدنا نشكرك كثير على وقتك معالي المجد شوي، كنا نعرف انه اكيد عندك اجتماعات اعطيتينا وقت طويل، فبنشكرك جزيلا، نتمنى الصحه والسلامه للجميع. يا رب، شكرا لك وكل الدعم لقطاع السياحه، وان شاء الله الضرر بيكون لا يذكر ان شاء الله. شكرا لك معاليك، يعطيك العافيه. شكرا معاليك. صح 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 ص